النهارده بقى جبنا لكم انضف باسكت حلو قوي قوي. ده اول لون، تاني لون، تالت لون، ومنه تلات الوان. شوف بقى جمال الجمال بتاعه. نحط هنا دي طبعا الدواسه، نضغط عليها اول ما نضغط، وشوفوا كده الغطا بتاعها بينزل اوتوماتيك. هنضغط هنا اهي تتفتح، هنلاقيها نزل الغطا اوتوماتيك لوحده اهو، حلوه فوق الوصف. تمام، شوفوا بقى كمان من جوه في باسكت، نشيل باسكت اضافه اهو عشان نشيل ونكب المهمله الزباله منه ونحطها تاني. خامته حلوه جدا فوق الوصف زي ما احنا قلنا، بسم الله ما شاء الله، شكله شيك ورقيق. شيل كده واحد كده حد، شايفين الجمال بتاعه، بسم الله ما شاء الله. ثواني كده يا حاج بقى كده نعمل الاختبار بنفسنا اهو. سيب الدواسه، بينزل الغطا اوتوماتيك اهو، حلو جدا موجود اللون ده. حطه على الارض وورينا اللون التاني. ده اللي هو البيش في البني، ده اللي عايز حاجه بيش في بني. والاولاني ده كان كشمير. نشوف اللون الثالث، اللون الثالث اللون ده ايه، اقوى ولا اخضر ولا اقوى؟ اقوى. اه اللون ده اقوى. هتاخدي اللون اللي على مزاجك، كلها الوان حلوه جدا. لو جينا نشوف كده مقاسه بالشبر مثلا حوالي من 38 سنتي. ورينا كده العرض بتاعه او القطر، والقطر بتاعه حوالي من 25 سنتي عشان اللي عايز يشوف المقاس. يصلح يتحط في اوض الاطفال، اوض النوم، الصاله، اي مكان انت عايزاه.